إذن اندفاعا موفقا سيداتي أنساتي سادتي من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد في الحوية هنا في موسم سباقات الطائف سابع أشواط هذا المساء الجاد الرابحة من انتصار إلى انتصارين عمر الأربع سنوات فأكثر تتنافس على مسافة 1600 متر قيمة الجائزة 90,000 ريال الأيت فور لونج اندفاع جماعية في هذا الشوط 18 اسما تسعى لتسجيل الانتصار وخطف البطاقة السابعة في هذا المساء يتقدمهم مشاهير معناه في العنزي في الظهور الأول في المضمار السعودي بينما المطاردة هنا قادمة من حوت الجرين متغلب من المسار الخارجي في ثالث المراتب سكاي كوماندر في الرابعة أيضا يظهر هنا لكابلو بيرس كاستل في خامس المراتب يتقدم هنا مشاهير برفقة نايف العنزي متغلب في ثاني المراتب حوت الجرين ينتظر نواف المضياني أن يعطيه الإشارة توم كلانز في المرتبة الرابعة المنعطف الأول في هذا الشوط بدأت الإشارات من قبل الخيالة لا يزال مشاهير ينتظر نايف العنزي أن يستحث متغلب يتراجع إلى ثاني المراتب حوت الجرين في المرتبة الثالثة ولد المترفة قادم في خامس المراتب برفقة توم كلانز كذلك سكاي كوماندر الوري من خلفهم في سابع المراتب هنا سكاي كوماندر أعطى الإشارة عادل فريدي مشاهير استحث نايف العنزي التوفورلينج الفاصلة المنعطف الأخير مشاهير في الظهور الأول في المضمار السعودي حوت الجرين يبحث عن مسار يتوجه إلى المسار الداخلي مشاهير يتقدم نايف العنزي نواف المضياني مشاهير في الظهور الأول يوسع الفارق الآن الحذر من القادم الوري برفقة بيوجين مشاهير يوسع الفارق تخصص قادم مشاهير مشاهير ولدا لهذا الانتصار في الظهور الأول في المضمار السعودي ابن جولدن سنت لشعار اسطبل الغربان تدريبات ناصر فواز والقياده الموفقه من قبل الخيال نايف العنزي الذي ابدع بتقسيم الخطوه في هذا الشوط مع مشاهير الانتصار الاول في المضمار السعودي والانتصار الثالث في سجل السباق الف مبروك